بسم الله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الحلقة 30 في مقرر مبادئ الاقتصاد الجزئي لطلبة وطلاب جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية نظام التعليم عن بعد. كنا في المحاضرة الماضية ناقشنا المنافسة الكاملة وتوازن المنشأة التي تعمل في ظل المنافسة الكاملة. في حلقة اليوم سوف نركز الحديث عن الاحتكار، الاحتكار المطلق أو الاحتكار التام، perfect monopoly. طيب، ما مفهوم الاحتكار؟ طبعا الاحتكار مفهومه هو تفرد منتج في إنتاج سلعة لا بديل لها قريب، فهنا يكون الإنتاج منفرد بواسطة منشأة أو شركة، أو هذه التفرد في إنتاج هذه السلعة طبعا سيكون محتكرا خاصة إذا لم يكن لها بديل. أما إذا كان لها بديل فلا يستطيع في الحقيقة أن يكون محتكرا بدرجة عالية. فالاحتكار التام إذن لابد أن ينفرد منتج في إنتاج سلعة لا بديل لها قريب، يعني لا يمكن الاستغناء عن هذه السلعة أو لا يمكن إحلال سلعة محلها. طيب، ما أسباب حدوث مثل هذا الاحتكار المطلق؟ هناك أسباب عديدة، منها مثلا حقوق الامتياز. في بعض الأحيان تقوم بعض الدول في إعطاء حقوق الامتياز لشركة معينة، هذه الشركة أعطتها الحكومة مثلا احتكارا امتيازا في إنتاج مثلا سلعة معينة، فبالتالي صارت محتكرة بقوة النظام. طيب، أيضا فيه هناك سبب آخر اللي هو براءة الاختراع. براءة الاختراع طبعا من مصلحة عملية الاختراع والإبداع أن يكون هناك براءة، الشخص الذي يخترع سلعة أو سلعة معينة مثلا أو آلة معينة هذا يعطى براءة اختراع له بحكم أنه هو الذي قام في إنتاج هذه السلعة، وبالتالي كمكافأة له وعلى استمرارية إبداعه وإنتاجه يكون له براءة اختراع تحميه ولو لفترة من الزمن، وبالتالي سيكون محتكرا لهذه السلعة. هناك أسباب أيضا أخرى، مثلا سبب آخر لو كان السلعة المنتجة لا وجود، يعني في مادة مثلا أساسية في صناعة هذه السلعة موجودة فقط عند شركة معينة مثلا، فإذا كانت هذه المادة متوفرة لديهم مادة أساسية في الإنتاج يعني ذلك أن منتج أو شركة أخرى لا يمكن أن تقوم بإنتاج هذه السلعة، لأن المادة الأولية والمادة الأساسية لا توجد لديهم، وبالتالي تنفرد المؤسسة أو الشركة التي عند لديها المادة الأولية بإنتاج هذه السلعة. هناك أيضا سبب آخر، في بعض الأحيان قد يكون السبب هو تجمع تكتل بعض المنشآت وكما يسمى بالكارتل وتتبنى قرارا موحدا، يعني هي عدد من الشركات لكن يكون قرارها موحد وبالتالي تمارس سلطاتها كأنها محتكر. أيضا هناك سبب آخر للاحتكار الذي يسمى الاحتكار الطبيعي، والاحتكار الطبيعي لهناك سرى المونوبولي هذا يعتبر يعني من الاحتكارات الجيدة. لماذا؟ لأن بعض الصناعات تكون متوسط التكاليف ينخفض مع تزايد حجم الإنتاج، فإذا كان متوسط التكاليف ينخفض مع زيادة حجم الإنتاج يعني أن وجود منتج مثلا وحيد وكبير يستطيع أنه فعلا ينتج كميات كبيرة، وبالتالي يستطيع أن يحصل على متوسط تكاليف متدني أو منخفض
يستفيد منه المجتمع. أما لو كان قام كل منشأة صغيرة تنتج جزءا من هذه السلعة فلن يستطيعوا أن يصلوا إلى المستوى المنخفض لمتوسط التكاليف. إذن وهذا نسميه الاحتكار الطبيعي. قد يحدث في بعض السلع مثل الكهرباء في بعض الأحيان، مثل شركة التليفون، الهاتف، هذه في وجود لموضوع الاحتكار الطبيعي. لكن طبعا الاقتصاديين يعني ينبهون إلى مثل وجود، إذا وجد الاحتكار الطبيعي فمن الأفضل أن تقوم الدولة بتنظيمه، لأنه لو ترك أن يعمل كمحتكر هذا سيضر في المجتمع، لكن مع وجود الدولة في تنظيمه يستطيع المجتمع أن يجني ثمار هذا الاحتكار الطبيعي. طيب، موضوع الذي أيضا يجب التركيز عليه هو، لو ننظر للشاشة، موضوع المحتكر أو منحط الطلب الذي يواجه المحتكر. طبعا المحتكر صانع للسعر، بمعنى أن له قدرة تأثيرية كبيرة على السعر، لكننا لا نستطيع أن نقول متحكم في السعر 100%، لأنه هو يمثل جانب عرض، هناك من يمثل جانب الطلب اللي هو المستهلكين، وبالتالي هو إذا أراد أنه فعلا يأخذ أعلى سعر يذهب إلى نقطة على منحط طلب، لأن منحط طلب يوضح له أعلى سعر يمكن أن يأخذه من المستهلكين. طيب، إذا منحط الطلب الذي يواجه المنتج المحتكر هو نفسه طلب السوق الذي يتخذ شكل منحنى يتجه طبعا من أعلى إلى أسفل نحو اليمين، وهو نفسه منحنى الإرادة المتوسط. يعني سبق وقلنا أن الإرادة المتوسط هو السعر دائما. طيب، لو أردنا أن نمثل من خلال الرسم، نجد على الشاشة أمامكم هنا رسم علوي ورسم سفلي. العلوي ماذا يمثل؟ الرسم العلوي هنا نلاحظ المحور الرأسي يمثل مكتوب دولارز، يعني القيمة، يعني سواء كان للإيراد الحدي يقيم بالعملة بالدولار مثلا أو بالريال، وكذلك الطلب الديماند. إذا المحور الرأسي يمثل السعر أو الإيراد الحدي، والمحور الأفقي يمثل الكمية. هنا رسمنا منحنى الطلب، وهو منحنى الطلب المعتاد الذي سبق ومر علينا، اللي هو يكون ميله سالب يلحد من أعلى إلى أسفل. فنلاحظ هذا منحنى الطلب ورمزنا له بالرمز D، الذي أسفل منه هو رمزنا له بالرمز MR Marginal Revenue، يعني الإيراد الحدي. طبعا لاحظ الإيراد الحدي إذا كان منحنى الطلب على شكل خط مستقيم كما هو ملاحظ، نجد أن الإيراد الحدي يبدأ من نفس النقطة على المحور الرأسي، ولكن بالمحور الأفقي نجد أنه ينصف المسافة الأفقية. إذا كان منحنى الطلب قطع المحور الأفقي عند 18 تقريبا، نجد أن الإيراد الحدي قطع هذه المسافة للمحور الأفقي عند 9. إذن هذا دائما صحيح أنه ينصف المسافة الأفقية. لماذا؟ لأن ميل الإيراد الحدي ضعف ميل منحنى الطلب. مرة أخرى، إذن منحنى الطلب بشكل المعتاد يعني سالب الميل، هنا الإيراد الحدي نجد أنه يبدأ، نعم، من نفس النقطة التي يبدأ منها منحنى الطلب على المحور الرأسي، ولكنه على المحور الأفقي ينصف المسافة الأفقية. المسافة الأفقية مقدارها 18 ونصفها 9، ولهذا يقطع عند 9. طبعا هذا الجزء المظلل في الأزرق كما تلاحظ مكتوب إلاستيك، يعني مرن، يعني الطلب مرن. ونحن سبق أشرنا إلى ذلك عندما تحدثنا عن العلاقة بين المرونة والإيراد الكلي والإيراد الحدي. فعندما يكون الإيراد الحدي موجبا نجد أن دائما يكون الطلب مرن، وعندما يكون الإيراد الحدي يساوي صفر نجد أن الطلب متكافئ المرونة. ثم بعد ذلك إذا كان الإيراد الحدي بالسالب كما هو أسفل بعد ما يقطع عند 9 من الكمية،
نجد أن الإيراد الحدي بالسالب وكذلك الطلب غير مرن. طيب هنا لو ربطنا بين الرسم العلوي والرسم السفلي نجد الرسم السفلي يمثل الإيراد الكلي توتال ريفينيو، والمحور الرأسي يمثل كما قلنا بالقيمة بالدولار اللي يمثل الإيراد الكلي، والمحور الأفقي يمثل الكمية. لاحظ النقطة اللي نريد أن نأكد عليها وهي عند النقطة 9 نزلناها إلى الأسفل، نجد أن الإيراد الكلي وصل إلى ذروته يعني أعلى مستوى له وهو يساوي 750 دولار، هذه أعلى قيمة الإيراد الكلي. طيب عندها أعلى قيمة الإيراد الحدي كم يساوي؟ نجد أن الإيراد الحدي يقطع المحور الأفقي عند 9 يعني يساوي 0. لو ذهبنا للمحور الرأسي نجد نقطة تقاطعهما يساوي 0. إذن عندما يكون الإيراد الكلي عند أعلى مستوى له فلا بد أن يكون الإيراد الحدي مساويا للصفر، أو بتعبير آخر عندما يصل الإيراد الكلي أعلى مستوى له فلا بد أن يكون الطلب متكافئ المرونة، يعني المرونة تساوي ناقص 1، وهذا اللي صاير الآن. عند الكمية 9 نجد الطلب متكافئ المرونة ونجد الإيراد الحدي يساوي 0، وعند أيضا 9 نجد أن الإيراد الكلي وصل ذروته حيث يبلغ 750. بعد هذه النقطة يبدأ في التناقص. طيب الآن نلاحظ هنا نقطة متعلقة في الاحتكار، لأن هذا المنحط طلب هو الذي يواجه الاحتكار، ونفس الشيء الإيراد الحدي. هنا الآن نجد أن الإيراد الحدي يختلف عن السعر، احنا في المنافسة الكاملة قلنا الإيراد الحدي هو نفسه السعر، أما هنا في الاحتكار نجد أن هناك فرق بين الإيراد الحدي وبين السعر. فالإيراد الحدي يكون على منحنى الإيراد الحدي، السعر يكون على منحنى الطلب. فلو أخذت كمية مثلا عند الكمية 9 نجد تقريبا الإيراد الحدي نعم يساوي 0، السعر قريب من 200، ففي فرق بين الإيراد الحدي وبين السعر في حالة الاحتكار. طيب نذهب إلى نقطة، طبعا الجزء الآخر المظلل بالأصفر نجد أنه إن اللاستيك يعني غير مرن، وعندما يكون غير مرن يكون الإيراد الحدي بالسالب ويكون الإيراد الكلي يتناقص. طيب عندنا الآن نريد أن نشير إلى العلاقة بين الإيراد الحدي وبين المرونة من خلال الشاشة. تنظر إلى أن الإيراد الحدي يساوي السعر افتح قوس 1 زائد 1 على المرونة، يعني 1 زائد مقلوب المرونة. فنلاحظ أن العلاقة العكسية بين الإيراد الحدي وبين المرونة. فإذا أخذنا مثلا حالة إذا كان الطلب متكافئ المرونة، يعني إذا كان الطلب متكافئ المرونة يعني يساوي ناقص 1. إذا عوضنا عن المرونة اللي رمزنا لها بالرمز ED، إذا عوضنا بناقص 1 سيكون 1 مقسوم على ناقص 1 يساوي ناقص 1. طيب ناقص 1 زائد 1 داخل قوس يساوي 0، 0 مضروبا في السعر يساوي 0. إذن الإيراد الحدي يساوي 0 عندما يكون الطلب متكافئ المرونة. وبإمكانك أيضا تعويض بقية القيم، مثلا إذا كان الطلب مرن يكون المرونة مثلا ناقص 2 ناقص 3 ناقص 4 وهكذا. فلو أخذنا مثلا ناقص 2 نجد 1 مقسوم على ناقص 2 ناقص نصف، ناقص نصف زائد 1 يساوي زائد نصف، زائد نصف مضروبا في السعر يكون زائد نصف في السعر، يعني قيمة موجبة، يعني أن الإيراد الحدي يكون موجبا إذا كان الطلب مرنا، وقس على ذلك الطلب الغير مرن يكون العكس. إذا منحى الإيراد الحدي في حالة الطلب الذي يتخذ شكل خط مستقيم ينطلق من نفس نقطة المحور الرأسي التي ينطلق منها منحى الطلب، مما يجعل الإيراد الحدي بعد ذلك دائما أقل من الإيراد المتوسط أو الثمن. أما الإيراد الكلي فإنه يتزايد طالما أن الإيراد الحدي موجبة، ولكن بعد أن يصبح الإيراد الحدي سالبا فإن الإيراد الكلي يتناقص، هذا الذي ذكرنا قبل قليل، وذلك بعد أن يكون هذا الأخير الإيراد الكلي قد بلغ أعلى قيمة له عند القيمة 0 للإيراد الحدي. طيب الآن نذهب إلى توازن المحتكر. كيف
ننظر إلى توازن المحتكر، نجد من خلال الرسم، ركز الحديث على الرسم. طيب الرسم الآن نلاحظ منه ما هو الشرط الضروري لتوازن المحتكر. الشرط الضروري طبعا كما قلنا لأي منشأة، الشرط الضروري هو أن يكون التكلفة الحدية مساوية للإيراد الحدي، هذا دائما صحيح لكل منشأة، إلا أننا قلنا المناسبة كاملة الإيراد الحدي هو نفسه السعر، أما هنا في الاحتكار فالإيراد الحدي يختلف عن السعر. إذا الشرط الأول صحيح وهو أن تكون التكلفة الحدية مساوية للإيراد الحدي. طيب الإيراد الحدي عندنا تقاطع مع التكلفة الحدية، يعني شوف الخط المنحنى بالأحمر مع الإيراد الحدي بالقلم وباللون الرصاصي، نجد نقطة تقاطعهما أشرنا إلى ذلك MR يساوي MC، يعني مارجن ريفينيو يساوي مارجن كاست، هذه هي نقطة توازن المحتكر. طيب كم ينتج المحتكر؟ ينتج المحتكر 5 وحدات، ينتج المحتكر 5 وحدات. طيب كم يبيعها؟ الإيراد الحدي تقريبا لو نظرنا للمحور الرأسي نجد انه بحدود 75 الإيراد الحدي. طيب السعر، السعر طبعا عندنا محتكر والمحتكر يحاول يعظم ارباحه، وبالتالي هو سيأخذ اعلى سعر يمكن يدفعه المستهلك. المستهلك طبعا اعلى سعر يدفع على منحنى الطلب، اعلى سعر يمكن يدفعه هو 122 دولار، 122 دولار. إذن مرة أخرى نقطة توازن المحتكر هي تقاطع منحنى التكلفة الحدية مع الإيراد الحدي، حيث يتقاطعان عند الكمية 5. طيب السعر، سعر التوازني، السعر التوازني على منحنى الطلب نجد أنه إذا رفعنا النقطة ومدينا الخطأ استقامة حتى منحنى الطلب نجد أنه السعر هو 122، 122 أعلى سعر يدفعه المستهلك، وبالتالي المحتكر سيأخذ السعر 122 وسيبيع 5 وحدات، بهذا يكون عظم أرباحه. طيب كم مقدار الأرباح؟ هل ممكن حسابها؟ بنفس الطريقة السابقة يمكن حسابها، عندنا السعر 122 ومتوسط التكاليف الكلية هي 94، إذا أخذنا الفرق بينهما 122 ناقص 94 سيكون عندنا 28، يعني متوسط ربح الوحدة الواحدة 28. طيب الربح الكلي ناخذ المتوسط ربح الوحدة الواحدة ونضرب بعدد الوحدات، عدد الوحدات 5، اضرب 28 في 5 سيعطيك كم؟ 140، يعني ضربنا 5 في 20 100 و5 في 8 ب 40 140. طيب هذا هو نفس مساحة المستطيل الموجود أو المظلل في الخط الأصفر أو باللون الأصفر، وكتب عليه profit يعني أرباح. إذن هنا المحتكر نجد أنه يحقق أرباح اقتصادية أو أرباح غير عادية. يعني مرة أخرى نلاحظ أن نقطة توازن المحتكر هي نقطة تقاطع التكلفة الحدية مع الإيراد الحدي، ونقطة تقاطعهما تعطي مؤشر الكمية التي يجب إنتاجها. فالمحتكر سوف ينتج 5 وحدات وسيبيعها ب 122، إذا باع 122 هي تكلف عليه متوسط تكلفة كل وحدة هي 94. طيب متوسط ربح الوحدة الواحدة نأخذ السعر اللي هو 122 ناقص 94 سيكون عندنا 100، سيكون عندنا 28. متوسط ربح الوحدة الواحدة كم؟ 28. الربح الكلي نضرب 28 في عدد الوحدات يطلع عندنا 140، وهذه هي مساحة المستطيل المظلل بالأصفر وكتب عليه بروفيت. اللي إذا أردت فقط المتوسط ربح الوحدة الواحدة كما قلنا سيساوي 122 ناقص 94 يساوي 28، إذا أردت الربح الكلي تضرب 28 في عدد الوحدات. إذن هذا هو
نقطة توازن المحتكر. طبعا كما نعلم المحتكر طبعا لا يستطيع أن يبيع، إذا أراد مثلا ينتج 5 وحدات أعلى سعر يمكن يبيع عنده هو 122، لا يمكن يبيعها مثلا ب 125، إذا أراد أن يبيع 125 لابد أن يقلص الوحدات. فبالتالي نحن نقول نعم المحتكر له قوة تأثيرية في السعر، لكن لابد أن يأخذ رغبات المشترين أو رغبات المستهلكين في الاعتبار. طيب هنا الآن كتبنا الشرط الضروري كما تلاحظون اللي هو الإيراد الحدي يساوي التكلفة الحدية، والشرط الثاني نفس الشيء بالمنافسة الكاملة اللي هو يكون الإيراد الحدي متزايد، عفوا يكون التكلفة الحدية متزايدة، يعني أن يقطع منحنى التكلفة الحدية منحنى السعر أو منحنى الإيراد الحدي وهو صاعد. إذا مرة ثانية، الشرط الأول الإيراد الحدي يساوي التكلفة الحدية، الشرط الثاني هو أن تكون التكلفة الحدية متزايدة، أي أن يقطع منحنى التكلفة الحدية الإيراد الحدي وهو صاعد، اللي هو التكلفة الحدية. لاحظ أن السعر هنا كما في الرسم أيضا السعر عندنا أكبر من الإيراد الحدي، وهذا صحيح في كل المنشآت ما عدا المنافسة الكاملة. فالسعر عندنا 122، الإيراد الحدي عنده كمية 5 بحدود 75 تقريبا أو أعلى بقليل، هناك فرق فعلا بين السعر وبين الإيراد الحدي. طيب هنا الآن موضوع الأرباح، هذه هل نسميها أرباح اقتصادية؟ إذا نقول هذه الأرباح الموجودة المظللة في الخط أو اللون الأصفر هل هي أرباح اقتصادية؟ نعم هذه هي أرباح اقتصادية، لأنها أرباح غير عادية، لأن سبق وقلنا أن الأرباح العادية يعني تكون عندما يكون الإيراد الكلي مساويا للتكاليف الاقتصادية الكلية. أما هنا فهناك أرباح اقتصادية، يعني هناك أرباح غير عادية. وهل تستمر الأرباح في الأجل الطويل أم لا؟ طبعا ما دام المحتكر يعني استمر محتكرا فمن المتوقع استمرار مثل هذه الأرباح، لأنه كما قلنا هذا المحتكر محمي سواء كان حماية قانونية أو طبيعة إنتاج للسلعة، فبالتالي من المتوقع أن تستمر هذه الأرباح حتى في الأجل الطويل. إذن نلاحظ الفرق الجوهري بين المنافسة الكاملة وبين الاحتكار. نجد المنافسة الكاملة هناك المنتج ينتج أكثر ويبيع بسعر أقل، أما المحتكر نجد أنه يبيع كمية أقل وبسعر أعلى، ولهذا المستهلكين أو المجتمع بشكل عام يرحب بوجود أسواق المنافسة الكاملة ولا يرحب طبعا بوجود الاحتكارات. وهناك يعني كثيرا من الدول ما تحارب وجود الاحتكارات لأنها تضر بالمستهلكين وتضر بالاقتصاد، لأن الاقتصاد يهدف بشكل عام إلى توظيف الموارد، والاحتكار طبعا لا يرغب في توظيف الموارد، يريد فعلا أن يعظم أرباحه ويوظف موارده أقل. إذن لعلنا نتوقف عند هذا النقطة الجوهرية بالفرق بين المنافسة الكاملة والاحتكار. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Thank you.